गूगल में सर्च किया बाद में تقول في حديثنا طبعا عن تاريخ العلوم هي في إطار سؤالنا الكبير عن سؤال النهضة القديم الجديد تقول إن حركة الترجمة في الحضارة العربية لم تكن لإثراء خزائن الخلفاء والأمراء بل لتلبية حاجات البحث العلمي وإذا لم نعي هذه الظاهرة حق الوعي فلن ندرك شيئا من حركة الترجمة هذه كأنك تقول أنه كان هناك حراك علمي معرفي حقيقي نعم هذا أولا الحراك العلمي उसमें कोई चेंजेस नहीं करने का ना अभी वो ये दिखा उसको सोच दिखा सोच में क्या किधर जाने का वो दिखा उसको لم يترجم كتاب لم يستفد منه البحث فدعني أخذ مثلا مثالي فأنا أخذ